تحية لكم مشاهدينا الكرام، وليلة إن شاء الله من أحلى ليالي رمضان وكل ليالي رمضان بإذن الله رب العالمين. هي ما في شك ليالي طيبة، ليالي كلها إيمانيات، تطوع، قراءة قرآن، تواصل اجتماعي، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، دعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا يا رب العالمين، يحفظ الكويت، يحفظ شعبها، يحفظ أميرها، ويحفظ خليجنا العربي وأمتنا العربية والإسلامية دائما وأبدا يا رب العالمين، خاصة ونحن الآن قربنا من منتصف شهر رمضان المبارك. بقول لكم شغلة حقيقة، يمكن قبل أطلع على الهواء قلت حق ضيوفي، بس قبل يطلع لا يقطع على ضيوف، أقول لهم أنا والله كل ليلة عندي ضيفين كرام ما في شك، لكن لازم كل مجموعة لازم يعني أدور لهم حشي، والله سبحانه وتعالى من فضل الله سبحانه وتعالى يعطيني على نيتي ويطلع الكلام. ضيوف الليلة حقيقة مشاهد الكرام، أنا أقول كان الله في عونهم عندما مارسوا هذه المهنة إن صح التعبير، أو هذه الهواية إن صح التعبير. لكن القاضي عندما يحكم في أي قضية يحكم ما أمامه من أوراق وأدلة، يحكم هذا القاضي، وبالتالي عندما يحكم حكمه على الرأس، ما فيها جدال ولا فيها روح تعال. لكن عندك أيضا تنوع درجات، درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، يعني درجة أولى الاستئناف التمييز وهكذا. لكن الله يبعدنا وياكم إن شاء الله عن القضايا والمحاكم بإذن الله، ونبقى رياضيين بإذن الله بروحنا بأخلاقياتنا، كل ما نملك حقيقة من سمات إن شاء الله الطيبة للمجتمع الكويتي. أحد الضيوف حقيقة تميز بتاريخه، تاريخه الإداري، تاريخه الرياضي بشكل عام، لكن له تميز واحد أيضا بقى بسجله تاريخي، وهذه أعتقد كل إنسان يحرص على أن يسجل في تاريخه أي كان مكانك في الحركة الرياضية، في الحركة الإدارية، في الحركة في أي مجال أنت تعمل فيه. لذلك هو لا يزال والحمد لله يتمتع باحترام الجميع، يختلفون معاه عندما كانوا في المدرجات، يختلفون معاه عندما كانوا في المستطيل الأخضر، إنما خارج ذلك لا، هو أخ عزيز. من منا لا يذكر حبل وهاب البناي، ذلك الحكم الصنديد حقيقة اللي أدار العديد والعديد في 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 ملاعبنا الرياضية وخارج ملاعبنا الرياضية. عموما السوالف راح تطول إن شاء الله بإذن الله، لكن باسمكم أرحب بالأخ العزيز أبو بدر، أقول له كل عام وأنت بخير ما تبقى من شهر رمضان المبارك، حياك الله يا أبو بدر. الله يحييكم وشاكرك وشاكر تلفزيون الكويت على دعوته لنا أنا وأخوي الصغير أخوي علي مندني حبيبي، يا بغيتك بعد تحكي عربية إن شاء الله. إن شاء الله طولت بالمقدمة، وأنا أشكرك الشكر الجزيل وعطيتني حقي وأكثر من حقي، وأنا ما اكتسبت هذه الصفات إلا منك ومن الشخصيات الرياضية والجمهور الرياضي واللي وصلني لهذا المستوى. إذا تبين حكي عن مستوى قبل، أول شيء خلينا نهني الناس بنتصف رمضان خلاص، وإن شاء الله يعود علينا بالخير والأمن والأمان والسعادة إن شاء الله، ونعوده كل سنة يا رب العالمين. أبو بدر بس بقول لك شغلة والله للأمانة وللتاريخ، والله بيسألني عن كل ما أنا قلتها، أنا ما جاملتك عبد الوهاب البناي والله، لا لصفتك وما تملك من مال أو من جاه أو من وظيفة قيادية، ومحمد المسلم يدور على بعد هذا العمر الطويل، إنما هذه ما أشعر فيه ما عايشت مع عبد الوهاب البناي منذ يعني عشنا سوية تقريبا وإحنا أعمارنا متقاربة، هذه الحقيقة اللي قلتها بحقك، فأرجو المعذرة أبو بدر لم أجاملك فيها ولا ما أعطيك أكثر من حقك، بل هو هذا حقك ويزيد على ذلك. تسلم. نأتي إلى أيضا أخ عزيز، وأيضا كان لاعبا مميزا في نادي المنتخب، ثم أصبح من فضل الله سبحانه وتعالى أيضا نجما في المستطيل الأخضر، وكل واحد فينا ترى، أنا من ضمن أنا كمقدم برامج أو محاور، ترى لك وعليك. هل أنا أقول والله حين كل الجمهور والمشاهدين متقبلين محمد المسند؟
وراضين عن أدائه وطريقة اسمه، لا أنا متأكد من ذلك، لكن كلنا نتوخى إرضاء الجمهور. لكن المستطيل الأخضر ما في مجال أنك تتوخى إرضاء جمهور، أنت تتوخى الله سبحانه وتعالى أولا ومخافة من الله، ثم أن الله سبحانه وتعالى يوفقك في 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 أداء مهمتك وهي أنت كقاضي. علي مندني نجم النادي العربي ومنتخبنا الوطني أبو عبد الله حياك الله، ونقول كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا أبو مشعل، وللأمانة أنا شاكر الاستضافة هذه. طبعا أنتوا الآن حطيتونا، أول شيء أبارك منتصف شهر رمضان للشعب الكويتي الكريم ولسيدي صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، وعسى الله يديم علينا الأمن والأمان يا رب يا رب. فأنتوا حطيتوني الآن أمام عملاق، وأين الثريا الثرى من الثريا يا عرفت شون. فهذا الإنسان اللي أنتوا الآن حاطيني معه هذا عملاق، يعني شنو ما أوصفه شوية. وفوق هذا أستاذي، تعلمت منه الكثير الكثير، في خاصة في مجال التحكيم. يعني أنا كنت متابعة خطوة بخطوة في مشوار التحكيمي للأمانة، في كل صفاته اكتسبت منه أشياء كثيرة، وللأمانة استفدت في مسيرتي التحكيمية. الحمد لله رب العالمين. طبعاً الآن إحنا في 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 تقريباً في منتصف شهر رمضان، بودر أيام القرقيعان، وأنت وأنا قرقعنا وقرقيعنا ذيك الساعة غير يا أبو بدر. لكن أنا دائماً البداية أبتدي رمضان كيف عايشه عبد الوهاب البناي في صغره، متى بدأ يصوم، متى الصوم الحقيقي، قبلها شلون تنحش يقمة الماي ما يقمة الماي وكذا، الأكل المفضل كان له، هل لا يزال نفس الأكلات الأولية الشعبية نفسها هذه؟ أكيد. السفرة اختلفت الآن فضل الله سبحانه وتعالى غير سفرتنا الأولية. أكيد. قبل السفرة المدورة، صحيح، قبل حصير. لا يكون صماط وأصماط، قبل لا زين، قبل لا يصير عندنا حين الطاولة فضل الله سبحانه وتعالى. تفضل أبو بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان اللي مر علينا بالأول أنا وأنت وأخوي علي، يمكن علي صغير، إيه أصغر من نوايد، هي إحنا يعني سلوكنا وقيمنا وديننا كان يحتم علينا هذا الاحترام والتقدير. أنا وأنا صغير أنا الحقيقة والدي كان دائما يقرأ قرآن، ولا وتعلمت منه آيات قرآنية كثر ما كان يرددها قبل. لكن الصيام بديت من يمكن 10 سنوات 11 سنة بديت بفهم. أكلنا مثل ما قلت، أكلنا الآن في تخمة وفي أنواع كثيرة، لكن الأكلة المفضلة عندنا كل الكويتيين التشريبة. تشريبة. خبز رقاق. إحنا في البيت الآن نسوي التشريبة بالخضرة، ما نسويها باللحم. خضرة. خضرة. نباتيين. لا لا مو نباتيين، اللحم. والسمك والدياي موجود، ايه؟ بس بعد تحط بعد هم بالتشريبة لحم، ايه؟ بيشلون، ايه؟ لكن نكهة الخضرة مع التشريبة وخبز رقاق حقيقة نكهة ثانية، والكل يحب تشريبات تالحي بالوقت الحاضر. من أول ما خبز رقاق، خبز خباز، خبز كذا، أي شيء يسوونه كانوا. بس كان الخبز رقاق المفضل، ايه أكيد زين. وترى خبز رقاق الوالدة كانت تسويه، الوالدة الله يغفر لهم يا رب العالمين، يعني أمهاتنا وجداتنا زين الله يغفر لهم زين، ويدياتهم تحرقت من التاوة. ومشعل حوف الأكل اللي يسوونه أمهاتنا سووه أحب أسوونه، فيها نفس، فيها طعم، كان لذيذ الأكل تأكله وتحس هالبهارات. كانوا يروحون وسمراء عدن جذورهم على روسهم يسوي لهم. صح صح. للحين الكويتيين يروحون ولو انه دعايه، لكن لا هذه حقيقه، حقيقه هذه حقيقه. اذكرك انا حتى لما مسكت ابراج الكويت في حقبه التسعينات،
رحت المهارات كلها جبتها من نفس المكان هذا الدكان سمراء عدن. طلعت نكهة الأكل اختلفت، ولذلك اكتسبنا سمعة لأن بدينا بالأكل الكويتي في أبراج الكويت. طب بدأ وتبقى الأكلات الكويتية. الأكلات الكويتية يعني أنا أذكرك شيء أقول لك، الله يرحمه الأمير الوالد الشيخ سعد وكلته قبوط، وكلته قبوط بإحدى العزايم الكبيرة كان حاضرها وما خلاني أتحرك. كل أكلة أقول له يقول لي خل المترجم يترجم، كان رئيس وزراء روسيا موجود ذاك الوقت، يقول لي ترجم خليه يترجم والمترجم أقول آخر شيء وصلت القبوطة حق ما أقول، كان أقول رافيولي كويتي. يعطيك الصحة والعافية. إيه والله يعني بطلع منها هذا وأكلوا ذاك الأكل الكويتي اللي بعض من الأمربيان. أنا الطبخ وما الطباخ والأكل هذا بيك حين أنا شوف، بس خلنا نروح لعلي علي مندني أيضا تقريبا نفس الشيء. يعني أنت بداية الصيام العمر الصيام الحقيقي. شوف يا أبو مشعل، حنا أول ما بدينا نصوم بالبداية كانوا يخلونا نصوم نص نهار، يعني كنت صغير يبي يشجعونك على أنك تتعود على الصيام، لأن كان عمري يمكن 6-7 سنين، بس ما يخالف صوم هذا بعدين أكل كله واحد كله واحد اشرب إيه بعدين لا سنة اللي وراها واللي وراها لا خلاص التزام، ما في صيام صيام ما تقدر. أنا الوالدة الله يطول الله يرحمها الله يغفر لها زين كانت وايد شديدة، يعني أكثر من الوالد فيها شدة أكثر، لأن هي اللي مجابلة البيت إيه أكثر من الوالد، فما كنا نقدر يعني ما تقدر تكفط تروح تاكل او تشرب ورانا ما في، فكان في التزام بالصيام بشكل رهيب ومشعل. والاكل المفضل على مثل ما قال لك ابو بدر تشريبه ما في غيرها، بس التشريبه لحم سمك انا ما تفرق معي ها اي شيء اكل ما شاء الله لحم دياي لا سمك برمضان ما احب ما زين السمك برمضان ما يصور. بس يقولون لحد يزعل ان اهل شرق حتى برمضان السمك يعني عنده الوالد لا الوالد ياكل سمك ايه؟ انا لازم احنا كنا بشرق في رجل البلوش ايه؟ الوالد اذا ماكو سمك على الفرن عشان كذي قلت قاعد يعني لا هو كان يعني راعي بحر اي نعم ومن وياه يطلع إيه؟ ويا سليمان المشعان كله البحر الله يرحمه الله يرحمه ويروح لنا نعم. فاذا ماكو سمك على السفره يسوي إيه؟ لنا مشكله. ابو بدر قرقيعان متى كم عمرك قرقعت تهاوشت يمعت غيره؟ انا كنت انا من سكان شرق ترى إيه؟ برمضان اكل سمك لازم مرتين في الاسبوع اكل سمك. هذه انا اعرف انت طباخ وحداق وكل شيء بني عليها هذه، بس خلنا انا يعني اذكر يوم اني كنت اقرقع كنا بشرق كل شيء قريبين من الاسمان اسميان على الفريج اللي كبر سني وساعات مره من المرات اسميان كبار طقونا اخذوا قرقيعان قبل تصير الكباريه يخبطون الخيش ما اعرف ونسيتهم منهم يعني من فريج كبار جايين من فريج ثاني يمكن إيه. خذوا قرقيعان احنا اربعه كنا ها طقونا وخذوا شعستنا بكينا ماكو حيله ها وين القرقيعان ولا ماكو قرقيعان طقونا ناس خذوا قرقيعان هذا اللي حصل. عبد الوهاب انت طباخ واهر من قال؟ انا اقول لك انا ماكل من ايدك ايام الله يذكره بالخير ابو سعود عبد العزيز الشاهين زين عندما تجمع في بيته انت تحب تطبخ والطباخ متى يختبر بالسمك وانا ماكل من ايدك ابو بدر السمك وبعدين شاليه المعجل كلها عندي ترى هو يقولون لي ما احنا من غيرك ولا حاجه يشهد على ذلك. شو اللي خلى حببك في الطباخ ومن علمك الطباخ؟ هل هي الوالده ولا هم؟ ايه انا الحقيقه كنت ادش المطبخ بس كان طرد كل اطلع برا طالع شلون سأل اول مره قلت حق الوالده علميني مطبخ مثلا موش ها قالت لي احمس بصله وسوي حط دهنه وشويه بهارات كركم وفلفل هذا فلفل اسود ها خذ بالماي بس انت ابيك تقايس بالماي لا تحط وايد وتحط شويه على الملاس وحطه كذي شوف اذا ارتفع الملاس اي هاي تعليمات كنا بلد ها صدق
وبدأت أول مرة ثانية تعلو بروس القرعان زين. صارت لكن بديت عاد بالسمك باللحم بالدياي ساعات أسوي شغلات حتى الشاورما يسويها كذي الحمسة مات اللحم حمسة الدياي بس الطباخ الطباخ وكذا بقيت تختبر طباخ زين ويبته مثلا طباخة ولا شيء عندك في البيت ولا شيء تبي تختبر طباخة صحيح ولا لا عطى السمك بالزفارة صح ولا لا أكيد أكيد الله يرحمهم الحريم من الكبار أمهاتنا هم اللي يعلمون نعم تلقاها قاعدة على كرسي وصينية شكبرها زين شو اسمه تنقل عيش اي طبعا تطمن الشيء كل شيء ذاك اول الحين عيش نظيف مو مثل الاول اي اي الحين الحين خير من الله وين كل شغله البيت كان عندها اي الحين لا كل الطبابيخ بس الطبابيخ اللي يونا الحين تعلموا وايد من امهاتنا مو من حريمنا الحين أيه. انا الحقيقه ام بدر طباخه زينه أيه. حقيقه تطبخ طبخ هو طب هو شوف يعني عفوا يعني زوجتك زوجتي يطبخون صحيح خاصة احنا نتكلم الغزو فاتح لكن الان لكن لا لا ابو بدر للان من فضل الله سبحانه وتعالى من النعمه اللي نعيشها من فضل الله سبحانه وتعالى البيت فيه طباخه او طباخ لا الله تبارك الرحمن طبعا اخذوا التعليمات والتوجيهات من راعي البيت فما يعني يدشون المطبخ لكن قليل ابو بدر أبذكرك شغله انا حتى حق المنتخب طبخت في احدى الفنادق برا اي معرفي رضا معرفي كان يساعدني زين إيه يعني مو أنا أدري شوف اللي أنا أذكره هذا أنت هذا الشهيد فهد الأحمد رحمة الله عليه هذا الشيخ أحمد الفهد اللي أنا عاصرته ما كنت من يدين زين حق المنتخب بل بالعكس الإخوان من المملكة العربية السعودية زين يحبون طبخة ربيعنا زين يقول حق أبو أحمد ولا حق أبو فهد الشيخ أحمد ترى شنو لا لا عشاك ها نبي عشاك وهكذا فاحنا هذا التميز لكن يقول التقرير عندنا نطلع يا عبد الرزاق ويا مالك هم قضاة الملاعب والمشرفون على الفعالية الرياضية لهم سلطة في اتخاذ القرارات وإعلان النتيجة فمن دونهم لا تقام المباريات على الرغم من كثرة الانتقادات التي توجه لهم حكام كرتنا هم حديثنا اليوم في برنامج أحلى الليالي فمنذ انطلاقة الرياضة الكويتية في مطلع الستينيات من القرن الماضي مر العديد من الحكام الذين تميزوا في إدارة المباريات المحلية فضلاً عن تمثيل الكويت بمختلف البطولات والمسابقات الدولية والإقليمية اسم لن تنساه ملاعبنا وهو الحكم الدولي جواد عاشور الذي اشتهر بطريقة تحكيمه المثيرة للجدل وشخصيته القوية جداً ودخوله في نقاشات حادة مع اللاعبين والإداريين وحتى الجماهير إذ نال شهرة كبيرة في هذا المجال على الرغم من أنه كان لاعباً في النادي العربي في بداياته كذلك نستذكر معاً الحكم الدولي السابق عبد الوهاب البناي الذي مثل البلاد في العديد من المحافل الدولية وكان قد اختير ضمن الأسماء التي ستدير مباريات كأس العالم عام 1982 إلى أنه استبعد في اللحظات الأخيرة وبالحديث عن قضاة الملاعب فإنه يتوجب علينا التطرق إلى علي مندني الذي أدار العديد من المباريات المهمة في خليج 14 إضافة إلى المواجهات المحلية وبدر يعني شو اللي خلاك تروح التحكيم؟ كنت لاعبا؟ انا ماني خابرك ذاك اللاعب المميز بنادي القادسيه مثلا ونعم لك اعتزال ومش عارف وعقبه تروح علي مندني والله كان لاعب وش اسمه واعتزل وكذا وامامه عبد الوهاب البناي ومجموعته والله يغفر للجميع الاخرين عبد الوهاب البناي ليش فكر في التحكيم؟ شوف التحكيم أنا ما فكرت فيه أنا دخلوني التحكيم غصب دخلوك التحكيم غصب نعم منهم الله يجزيهم خير
ما أكلهم كل احترام وتقدير. أساتذتي خالد الحمد، عبد العزيز المخلي، محمد الحمد الله يرحمه، كل الإداريين اللي استلموا القادسية هم اللي وجهوني إلى التحكيم. ليش شافوا فيك عشان يروح للتحكيم؟ مو تعال أنت إداري مجلس إدارة أو مدير كرة أو شيء. هويتي ورد كبيرة، لاعب تحت 20 سنة بنادي القادسية سنة 62-63. نعم. من هالسنة هذه بعدها رحت ثانوية الشويخ، بطلنا يا ألعب مع الثانوية مع القادسية. قلت لا أنا بالقادسية ما بالثانوية. المهم في بالليل بالعطلة الصيفية الموجودين بالنادي نلعب، الله يرحمه سامي حسين. نعم. سامي العري سداسيات، سداسيات نلعب مجموعة لها صنة ورنة قبل نادي القادسية. أنا أحكم لهم، صارت عندنا موهبة تحكيم عندي. ايه. فلان يحكم خلاص. المهم سؤال، عفوا، كم مرة زعل عليك الله يرحمه سامي أو سبك؟ وايد يحاربني ويحاربك الله يرحمه، الله يرحمه ويغفر له. أيوة. موتانا موتاكم يا رب العالمين. أيوة. نعم والله. ف تدري ان قبل التحكيم الكويتي كان قليل، الوحيد اللي برز ذاك الوقت ابراهيم المواش الله يرحمه، كان اخر حكم، والله يرحمه هذا التاريخ السابق اللي قبل احمد مهند. كان اكثر الحكام المدرسين التربيه الرياضيه في الكويت هم اللي كانوا حكام يديرون، مصريين وفلسطينيين وعراقيين. أيوة. كانوا هذين اللي كانوا يديرون التحكيم. صارت مشاكل وايدة بعد ما الكرة بعد ما الكرة الكويتية بتتقدم. أيوة. والأندية الجديدة ظهرت بال64-65. اتحاد كرة القدم استخدم المحاضر الدولي لطفي قنديل. إيه هو مو غندي صبحي نصير، صبحي نصير، صبحي نصير، محمد لطيف بعدين يا ومحمد حمدي غندي، محمد غنديل يا بعدين. نعم. علي غنديل يا بعدين. نعم علي غنديل اللي بالتالي على أيام نحن كنا ذيك ساكن حكام دوليين. هني قالوا لازم نكود. اللي قبلنا دشوا الله يرحمه عبد السلام اليعقود، جبر الجلاهمة، يوسف سويدان، أحمد المسفر، ولا متأخر أحمد متأخر، جاسم المحري، جاسم المحري، إيه. محمد المجلي متأخر أيضا ويانا وياك. دخلوا أنا ويانا الله يرحمه، أحمد المسفر ويانا. سوالنا دورة ونجحنا، أنا كنت من الأوائل. كم واحد أنتوا حوالي اللي عديتهم؟ عبد الرحمن البكر الله يرحمه كان ويانا، السلام السلام قبلنا. إيه. السلام عديتهم مع المجموعة. نعم. أساس صرت تكويت تحكيم ذاك الوقت شوي شوي بالدرجة. وفعلا احنا الكويتيين بعدها بسنه كلنا وقفنا. انا بنفس السنه اللي طلعت فيها حكم درجه ثالثه وقفوني مراقب خد درجه اولى. نعم. اذكرها. وبعدها مباراه ثانيه درجه اولى وقفت مراقب خد، بعدها اعطوني احدى المباريات ادرتها. بديت عاد ادير درجه ثانيه ودرجه اولى، درجه ثالثه درجه، الى ان صارت لنا الدراسات في 68 صفنا مستوى تحكيم عندنا بدا يتقدم، رحنا القاهره بدوره. كنت انا ترقيت الدرجه الثانيه ومعاي زملائي، عملنا اختبارات للدرجه الاولى من بالقاهره هناك. بالقاهره اي، يعني احنا حوالي ستة كنا طلعنا درجه اولى مع بعض. اي وبدأنا نستمر سنه 70. اي ترشحنا حكام دوليين، انا زادوا عمري كبروني شوي. زادوا عمرك كبروني شوي على على لان ما وصلت ال 30 على 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 الجواز. اه ذيك الساعه بعد ما طلعت البطاقه المدنيه. اي ايه على الجواز زادوا عمرنا، بس هناك الابلكيشن هذا عبينا الفورم مالتهم. ايه؟ نسينا عمره مواليد 42، انا مواليد 47. خمس سنين يعني زاد. معناته وصلت لمرحله معناته خلاص ما لا لا يعني اساس احنا اي، لان قبل ذاك الوقت عشان تحصل على على الشاره الدوليه خلال سنتين لازم تحكم لك على الاقل مبارتين، ممكن تحكم اكثر بس لازم تظل سنتين حكم دولي. نعم. من غير على ما تيك الشاره، بعد سنتين كانت تيك الشاره، بعد سنتين يلا تيك ايه الشاره ايه الدوليه. كلنا كان دورنا شديد. الان اعتقد سهله شويه، والله الان ما ادري الحين اسهل الحين عدد المباريات زايد. اي نعم. الانديه والاتحادات والدوليه والخليجيه والعربيه والاسيويه والاقليميه قاعده تصير، عارف شلون؟ اي نعم. زادت سهلت من مهمه، سهلت مهمه الحكم على الحصول على الشاره. اي وقللوا مدتها بعد، لكن قللوا سن التقاعد.
خفضوا السن. اي 45 45 الان خلاص. 45 كنا قبل 50 كان 50 صح. كان 50 ثم اصبح لكثره العدد ربما ابو بدر والله او لان وصلوا لمرحله اللياقه تقريبا ما وصل 50 واحد حتى النظر اي والنظر وكذا والنظر اي. علي مدني انت كنت لاعب ما شاء الله باك شمال مهاجم احيانا عندما يحتاجك ترفع كره العربي زين حكم لك عبد الوهاب البناي؟ لا ما حكم لك؟ ما حكم. ليش ما لحقت عليه يعني؟ لا ما حكم يعني ابو بدر ما حكم لي. كان يحكم اثناء ما كنت بس الحكم. انا للامانه يا لا لا سؤالي اول شيء كان يحكم يوم تلعب ولا لا خلاص اعتزل؟ لا وقف وقف انا توني طالع ابو بدر هني وقف واحد زمان من سوء حظك ولا كان على طقاتك؟ انا لا لا كان على يعني شوف. من حسن حظك ولا كان على طقاتك؟ زين شوف يعني محمد السويدي في قطر الله يذكره بالخير وهو اخو عزيز زين يشتكي منك ومن طقاتك يعني لو بدر موجود كان الكبت الاصفر والاحمر جايك. انا مثل ما بدايه الحلقه شنو قلت؟ نعم. انا كنت من متابعين حق ابو بدر نعم حق عبد الوهاب البناي في مسيرته التحكيميه. في ميزه لحد الان ما في اي حكم هالميزه موجوده فيه اللي هي لما يصفر اثناء ما يصفر زين على فاول او فاول هاند اي شيء شوف اول شيء عنده طريقه صفاره لما يصفر الفاول العادي لا طريقه الفاول القوي لا طريقه تقسيم البلنتي تقسيم تعود قاعد اقول لك والله يا ابو مشعل نعم البلنتي لما في بلنتي نعم صفارته غير عن الفاول عرف شلون الفاول اللي يطلع مع الكرت انذار هذا بعد غير يعني ينغم لك يخليك تستمتع انت اللي قاعد برا اخذت شيء من هالنغمات ايه اخذت شيء اكتسبت انا قاعد اقول لك انا اكتسبت اشياء كثيره منه نعم. لا وفي شغله ثانيه مو موجوده باي حكم لحد الان اللي هو البودي لانجويج لما يصير فاول مثلا كبس يوري اللي قاعد ورا الشاشه واللي قاعد على المدرج ليش هو مصفر فاول يوريك يحرك ريوله يوريك انه كبس مثلا في كوع يصفر فاول يوريك انه طاقه كوع يشرح لك الحدث شنو فيه بالملعب يخليك انت عايش مع الحدث بناء عليه دخلت التحكيم لا انا في اي عام انا بعد ما تركت يمكن 86 87 لا او قبل 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 يمكن 82 او 83 نعم تركت النادي نعم انا طبعا عرضوا علي اني امسك مساعد جواد مقصيد كان يدرب فريق 19 او 17 سنه نعم ثم انا فكره مدرب مو في راسي انا فاني صبت لا انا حاط التحكيم في راسي لان انا كنت احكم بالفريق نعم وشايف اني انا استمتع بالتحكيم فدشيت مجال التحكيم واللي شجعني اكثر بعد يومها كنت قاعد بالمنصه طالع مباراه كان الله يرحمه ويغفر له عبد الرحمن البكر نعم. قاعد يمي قال الا تدش التحكيم قال لك ايه تلني هو اللي تلني يا ابني بتحكي المنطقه تساوي وانت عرباوي شوف الروح انا اللي انا بقول عنها احيانا واكد عليها الروح اللي غابت عنا احنا في مجتمعنا وخاصه المجتمع الرياضي انا اقصده ما بيشمل كل ال بالعكس ثم دخلتها شينا التحكيم ودخل لاني كنت لاعب ما حطوني على طول مستجد سنه حطوني ثانية بعدين على طول رقوني درجة أولى تميت فترة على طول أخذت الدولية حلو بدرش أنك بتعلق على شيء ولا أدخل فيك على شغلة لا عشان أقول لك أنا بالذات مشكور ما قصر على الثراء بالنسبة لي أنا كنت صديق اللاعبين أنا في الملعب أنا أقل واحد يعطي إنذار وأقل واحد يروح ينذر المدرب أنا كنت إذني هذه مسكرة بالنسبة للمدربين واللي حكون والوين جمهور إيه واللاعبين بالملعب أنا أشبرهم وأسولف وياهم وساعات أزفهم يعني قلت لك مرة إنه واحد من الأندية قال يا أخي أنت لا تزف لاعبينا زين قلت له أزفه ولا أعطيه إنذار أطرده شو قال لي العن أبو خامسة يعني فعلا يعني أنا كسبت هذه ثقة الناس فيك و وانت قاعد تحترم هالناس بعدين القيم وبدر فيها جانب علم النفس انا في اعتقادي ابو بدر انا مدرس دارس علم النفس انت لانك انت مدرس عرفت شلون انا في اعتقادي هذه فيها جانب علم نفس عندما
تتخذ مثل هذا الأسلوب وهذه هذه الطريقة؟ هذه دخلتها أنا بعملي. أنا صارت التزلج اللي أحد يذكرها قبل كلها مشاكل. صح. وكان رئيسنا يعطيه الصحة والعافية أخوي الكبير محمد السنعوسي وطارق. الله. كان هو مدير رئيس إدارة المشروع هذا. سألوه سؤال قال شو اللي صار بصارت التزلج؟ كان يقول يبنى لها واحد يعرف لها مديرها. زين. أنا قضبت لخيزرانة وكل المشاغبين هذين أخذتهم إلى جانبي اللي كانوا يسبونه هو شو مشاكل وذي، خليتهم كلهم مراقبين يديرون الصالة. الصالة خفت مشاكلنا، لأن شنو أنت بصار تزلج عند الحذاء هذا فيه سلاح طبعاً حاد لو يطقك أو طق يكسرها ويقصري لك أو ليش راس. لا سمح الله. فأنا بديت مع هالمجموعة هذه وصار هدوء والناس وبدت إيراداتنا وبدت سمعتنا. سأبقى بالمستطيل الأخضر وبدر. ببقى معاك في المستطيل الأخضر. المستطيل الأخضر هذا شيء ثاني. أنا كنت أهتم بلياقتي وايد. وهذا اللي أنا بقوله. أنا شغلة نسيت لا أقول. تفضل أبو عبد الله. بخصوص اللياقة، يعني ما شاء الله عليك أنت عنده لياقة لدرجة أن تلقى أحيانا يسبق اللاعبين من جود اللياقة. كان لياقته وايد وايد جدا عالية اللياقة. وبالتالي ما شاء الله جسمك تبارك الرحمن لك الصحة والعافية. لحد بعد يقول المسجد ينظر لا 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 ما ينظر إن شاء الله قليل زيد جسمك تبارك الرحمن لله الله في, 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 في الملعب يعني ريشة إن شاء الله. بس خلنا نسأل السؤال ونأخذ الفاصل. ريشة ريشة تفوق زين أجسام اللاعبين، لأن المخرج يبي نأخذ فاصل. لا وسألني عن صفارتي بعد بعد بعدين برد. والصفارة تميز الصفارة اللي تفضل فيها علي مندلي، كذلك حركة إنهاء المباراة الطريقة اللي شكلها. بعد الفاصل مشاهد الكرام وضيوفنا الكرام كابتن الكبير حكمنا الدولي عبد الوهاب البناي وأيضا الكابتن الكبير علي مندني، كونوا معنا. نجيب وتفضلوا. نعم ايوه بدر، الثلاث شغلات ما شاء الله، الجسم السمباتيك اللي تضاحي فيه اللاعبين زين، الصفاره مثل ما تفضل اخوي علي مندني بنغماتها، حركه انهاء المباراه وسط الملعب. تفضل بدر. شوف اللياقه، كنت اهتم انا بلياقتي لان الحكم نجاحه بجري ورا الكره متابعه المباراه بينه وبين اللاعب. مثل ما قلت لك انا مالي شغل اللي اسمعه برا اللي خلي يقولون عنه. فلياقتي دائما من مره من المرات ذيك الساعه نادي الغاسيه قبل لا يهدمونا راحوا الخالديه. انا رايح بالليل قبل المغرب اتمرن، ولا رحمه الشيخ فهد الاحمد جاي. قلت له والله ذاك بالنادي ما عندكم كان على الاقل هذا الاستاد للحين موجود. قال والله ما شاء الله عليك ما تخلي. قلت له لا ما اخلي، انا لازم باكر يقولوا لي حكم روح برا. اهم شيء عندي اللياقه هذا يعني، واهتم انا باللياقه واستفدت من اللي قبلي الحكام برا يعني. انا شفتهم بحشيلك انا عند حتى عن مباراه في اسبانيا
في ماليزيا ايش قالوا عني، وخذوا طريقتي انا بعد في ماليزيا بالذات، قالوا سموها ان شاء الله البناي وي، قالوا لي بناي وي طريقه البناي. فبدايه المباراه عندي حركه مع مراقبين الخطوط. زين زين، مراقبين الخطوط انا عندي اشاره، شنو الحركه؟ ايش اللي اسوي له؟ التفت عليه اقول له كذي زين، ابى امشي والثاني مستعد ارفع ايدي، لاعب اقول حق اللاعب مهاجم مستعد واعطي صفاره طويله نفس. حكايه صفارتي هذه ذاك الوقت واحد عنده الصفاره بليله، هذه من افضل بليله، هذه بليله يعني بدل يقول على ايامي انا ما حد عنده صح بس عبد الوهاب البناي، بس عبد الوهاب البناي عندي انا جايبها من الفيفا سنه هذه مشهوره بليله، بليله هاي مشهوره معدنيه وعطيتها شو اسمه اخونا حسين البلوشي حطها بمتحفها. نعم استاذ. اي والله جزاه الله يعني ما اعطيتها حكم ثاني؟ لا لا احتفظت فيها، كانت فيها سلسله ذهب ما ادري وين راحت السلسله. اي لا سلسله بندور على سلسله سلسله ذهب. اي نعم فيها. اي نعم. المهم صفارت النهايه الكل ينطرح يعني المدرجات كلها يبوني انا ينطرون الحركه الحركه. أنا منتي نهد المباراة أطالع مراقبين الخطوط عندي أطالعهم أول كوقت كوقت وما عندي إشارة معاهم وهم جاي يحط إيده كذي أو حركة الراية خليها تحت يم فخذة إذا الوقت انتهى. إذا الوقت انتهى أنا منتهي ساعات أشر لهم أقول عندي عرفت؟ نعم. يمكن أنا بزيده في وقت ضايع كذا وكذا حسب تقديرك. إي وهم في نهاية المباراة حتى لو في وقت إضافي هم يأشرون لي ان المباراة انتهت، بس وقت الإضافة يكون عندي، مو مثل الحين موجودين مراقب المراقب ذيك الساعة ما عندنا مراقب على ايامي اي ما كان مراقب. المهم الحين انا بستعد لاطلاق وين الكرة؟ الكرة وين في الحين؟ من تقرب يمي بديت تيت 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 مايسترو هذا اللي أبي هذا علي مدري أيضا أخذ الشغلات اللي أيضا تميز فيها علي مثلا في طريقة تحكيمه بداية المباراة الفاول بلنتي إذا كان لك أيضا تميز فيها نهاية المباراة لياقتك. شوف اللياقة مثل ما ذكر أبو بدر هذا شيء ما نختلف عليه، كان شيء أساسي عندي اللياقة، إذا متى ما قلت لياقتك حتى قرارك يطلع خاطئ. مثل اللاعب ما عنده لياقة تلقى باصة غلط، الحكم كذلك إذا اللياقة ما في ما راح تتمركز صح، ما راح تكون قريب من الكرة من الحدث تصير بعيد، فلما تصير أخطائك تكثر. هذه شغلة. شغلة ثانية أما بخصوص الصفار مثل ما قلت لك أنا أخذت من أبو بدر شغلات كثيرة، يعني الآن مثلا التسلل أعطي صفارة طويلة أن في تسلل مع الإشارة، مع الإشارة بس صافرة لشخصك ما هي نفس تطبيقا لعبد الوهاب البنا. لا 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 ف صافرة طويلة مثلا هذا التسلل صافرة طويلة. اي تسلل صافرة طويلة انه في تسلل. البلنتي غير تطلع بقوة وانا كنت استخدم بليلة مثل ما يقول ابو بدر، والبليلة على فكرة يدري ابو بدر اذا لانه مستخدمها تبي لها نفس اي غير قوية. الصافره العاديه قوية قوية تكون فتحتها فتحتها لا وسيعه بعد فتحتها سيعه تبي لها نفس، يعني مو سهل انك تعطيها قوه عرفت. ديك ساعه كنت تدخن؟ لا انا الحمد لله لا ادخن, ما أدخن. ابدا بس أبداً. عشان بس عشان بدخل لا لا انا هذا الشيء اللي ما احبه ان هذا ما ساعدكم انتوا ان ابو بدر لا دخن وانت ايضا ما لا لا ما دخلنا ابدا. صافرة النهاية علي بندي. لا أنا صافرتي يعني تطلع قوية بس مو مثل أبو بدر. أبو بدر يعني يعيشك بجو ثاني لما يصفر يسوي بيده هذه حركته ويسوي ما أدري يعني لا الجمهور يطلبها يستانسون لا لا إذا ما سوي ما سويها إلا المغلوب إلا الجمهور إلا المغلوب يا أبو بدر إذا صرنا إذا صرنا الجمهور حركة لا بس إذا صار الجمهور مغلوب زين ما يفكر في حركة عبد الوهاب لكن الغالب لها بس يبي حركة عبد الوهاب. أقول لك يعني في كان يسوي شغلات أبو بدر حتى اللي برا قاعد بس يستانس عرفت. غير الآن بنطلق علي مندني الآن المحطات في حياة الـ كل منكم. علي مندني مريت في محطات داخلية خليجية آسيوية
وهكذا. أي من المحطات اللي لا تزال عالقة في وعلى أساس أنت رشحت يعني من دني؟ شوف الأمانة يعني حتى ترشيحي تأخر كحق دولية، وأنا من الناس للأمانة أن أول واحد قال لي أنت أسرع واحد راح توصل كأس العالم اللي هو فاروق بوضو. فاروق بوضو نعم. كان مراقب الحكام في الاتحاد الآسيوي وهو ماسك. أيه. نعم عضو لجنة الحكام. ففي إحدى المباريات في كوريا قاعد أدير مباراة سوريا والصين، يعني لازم السوريين يفوزون 3-0 عشان يتأهلون. شافوا يتأهلون لكأس العالم ولا أوروبي أوروبية أو آسيوية؟ كان آسيوية. أي 86 ربما؟ لا لا قبل لا قبل أنا. المهم شافوا حكم عربي استانسوا لاعبين سوريا، حكمنا ضيعوا 3-4 فرص انفرادات سوريا، بالتالي لاعب الصيني انفرد وكان يطقه الدفاع السوري الكابتن مالهم، كان يقول لي كابتن ما بدي كرت احمر الله يستر عرضك. الله بعطيك شيء من جيسي دراني انا كان اشخط اي دقيقه يمكن 20 الشوط الاول الشوط الاول كان اشخط احمر كان يقول لعن ابوك سدني على طول. المهم انا ضحكت طلع كيفك بتسبسب طلع المهم القانون اي نفس الشيء لاعب الصين انفرد كان ينطرد نفس الحركه اخذ احمر بعدين انطردوا من سوريا ثلاثه اي لان صار شنو تنرفزوا مو قادرين يسجلون اهداف مباراه مصيريه وايد كانت خشنه المباراه خاصه من طرف سوريا يهدي الكره معطي ظهري يطق اللاعب بوكس على وجهه. اوه شو تسوي فيها ابو المهم من بعد المباراه هذه طبعا قاموا السوريين ومن ضمنهم فاروق بوضو حط علي اكس عرفت اي ما يبون الحق يبي كتلف الدور انا هذا شيء مو موجود عندي نعم حق كل واحد ياخذ حقه كده حكم تقاضي تمشي وتاخذ حقك تمشي منو ما تكون. فمن عقبها طبعا كانوا يعطوني مباريات وطبعا من اهم المباريات اللي درناها لعبه الهلال السعودي والنصر السعودي في الرياض. الله هذا ملعب كان فل ما في محط ابره والمباراه قبل 3-4 ايام حرب اعلاميه بين الفريقين شيء لا يوصف يا مشعل. انا بعلق عليه انا حاضر بدعوه من سمو الامير نواف محمد الله يمسيه بالخير الحين بقول لك السالفه. اي نعم تفضل. فحتى الدور اللي احنا فيه حطوا لنا عسكر ممنوع احد يدش اللي بيدش وين رايح انزل ممنوع لهالدرجه. وصارت المباراه وصار وقت اضافي بعدين بالتالي فازوا الهلال ركلات ترجيحيه بس مباراة كانت قمة للأمانة. أنا حاضر الله يطول في عمره ويمسيه في الخير سمو الأمير نواف محمد عضو شرف في نادي الهلال ورئيس اتحاد ألعاب القوى وشخصية مؤثرة وحرباوي على فكرة ومحب لأهل الكويت بشكل عام والعربي بصفة خاصة. فكنا معزومين حقيقة عنده بالبيت بعد المباراة. نعم. أنا والزميل عدنان السيد والشيخ أحمد اليوسف والله ما ادري بعد من معانا. المهم فيا سيرة علي مندني الا في علي مندني الا شو اسمه وقف بيننا ميانة محبة بيني وبين أمانة لله يعني يوجبوني زحمة الله خير زين وطايحة الميانة. قلت له سمو الأمير خالد أخوي نواف محمد لو سمحت تتبع علي مندني على شنو ويقوم الله يطول في عمره عبد الرحمن الدهام دهام ويدافع عن علي مندني ذاك الدفاع المستميت والله يا يعطي الصحة والعافية الشيء بالشيء يذكر طبعا أنا شو اسمه قلت طايح الميانة وإخوان إحنا بالنسبة لهم تعال تهمون علي مندني على شنو على حادثة شغلة صفر في 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 كرة على خط 18 أعتقد لنادي لصالح نادي النصر صح إذا ما خلت الذاكرة أنا أقول لك إياها إيه فأقول لك توقف أنت تتهم علي مندني
يعني من دري حكم كويتي شو اللي يبيه من نادي الهلال او من نادي النصر، ويقوم عبد الرحمن الدهام الله يذكره بخير ويطول في عمره ويدافع دفاع مستميت عن علي مندني. تفضل علي. الكره هذه شفت القوس ابو بدر من 18 الكره بالهواء، اللاعب طاير بيلعب دبل كيك واللاعب حط راسه، فشنو تحسبها انت في الحاله؟ فاول. حطيتها فاول صحيح، بس هو اللي تضايقوا الوقت لأن هذا الحكي، لان كان متى في الشوط الثاني وقت الاضافي الثاني الدقيقه 14 ونص، يعني باقي 30 ثانيه صح. لو جاي جول كان انتهت المباراه صح. انا ما يهمني ان شاء الله لو اخر ثاني، عشان كذي اقول لك انا دافعت وجزاه الله خير عبد الرحمن الدهام دافع. عبد الوهاب البناي حكمنا الدولي السابق، محطات كثيره في حياتك ما شاء الله تبارك الرحمن، ودي نسولف عن هذه المحطات، داخلية عربية آسيوية عالمية، كل هذه الأمور. شوف محليا أنا بقول عن نفسي، أنا أول حكم طلب من دولة مجاورة أنك أنت تروح تحكم مباراة رسمية عندهم من الدورة 76 لما كانت تصفيات غرب آسيا عندنا لكأس آسيا في الكويت، مجموعتنا كان جنر أتباي رئيس الاتحاد الإيراني. نعم. وإيران ذاك الوقت كان عندها فرق وايد زينة. زين قال طلب من الأخ العزيز العم أحمد السعدون. نعم. قال إحنا عبد الوهاب يحكم لنا مباراة عندنا مهمة، قال دزوا لنا وإن شاء الله يصير خير. والمهم دزوا لي، رحت لهم بين نادي تاج وبرسبوليس. وعلى استاد اريا مهر، ومن اللي حاضر إيه؟ ولي العهد واخوه وخواته ثنتين، استاذ اريا مهر، استاذ اريا مهر اللي يشيل 120 الف متفرج. المهم المباراه ماشيه زين، وهدف حق برسبوليس هي بالشوط الاول زين، نهايه الشوط الثاني قبل دقيقتين اصفر بلنتي على برسبوليس، على برسبوليس اي انا صرخة لا يكون ولي العهد يشجع برسبوليس، صرخة الجمهور ايه؟ الجمهورين يصرخون، واحد له البلنتي واحد عليه، الكل بيصرخ ها معدل ايه؟ هذا فرحان وهذا زعلان، مثل الصرخة هذه كأنها اليوم أنا أسمعها. الله زين الله الله الله. المهم شاتوا البلنتي يا أبو التعادل، انتهت المباراة. في غرفة الملابس رئيس الحكام يقول لي استر بناي انت وايد زين، مباراة حلوة زين، ولكن آخر دقيقتين تحسب بلنتي زين. قلت شو بعد فيها دقايق، قلت له تلمي يعني ما قلت لي آخر دقيقتين ما يحسبون بلنتي، كان ما حسب لك. المهم كان يقول لي ترى ولي العهد يبيك فوق، يبيك فوق ساعة المباركة زين. رحنا له ولا ذاك الشاب الجنتي تحية وبدحني وخش تحكيم وكذا وكذا رحت مرتين احكم حق المنتخب، هم يطلب لي يروح على فوق يعني يسولف وياي يعني. تكفون اسرعوا في السوالف، يقول لي عبد الرزاق العطار مخرجنا زين ويا مالك اسد باجي خمس دقائق، فتكفون بدر محطاتك اسرع فيها الله يخليك، انا عارف محطات كثيره زين، فالوقت ادرك ما ابي احكي مالت المانيا بلا بلا لازم احكي فيها تفضل. المانيا طبعا انا احكم مباراه المانيا والكاميرون، اذكر بطوله نهايات كاس البطولة العسكرية، بطولة العالم العسكرية 75 أنا حكم في مدينة دوسلدورف، أنا معاي مراقب خط نيجيري ويوناني زين؟ نعم. وأنا بالنص، كل ما الكرة انشاتت من دفاع الألماني راحت إلى هجوم على الكاميرون، أسمع صرخة الجهة هذه، أنا أتبع الكرة ما أتبع كذي. ثاني مرة أنا قلت أكو شيء، الكرة الحين كذي ما التفت وراي ولا هالمدافع يطق مهاجم الألماني، كان أصفر على بلنتي على طول، وتحلطمون يحتجون. طبعا أنا رحت رأسا، المدرب قال لهم تعالوا طلعوا، طبعا ما تقدر تطلع من الخط، ما أبي أطلع من الخط ايه؟ عند الخط قلت يو هاف فايف مينيت يو هاف تو بي باك، ولا ما تي ما ابي ولا ماكو ورجعهم ولعبنا وفازوا. احب الليل عازمنا المير مالهم المختار العمده مال المدينه،
ديك نزلوا من الباص وانا سيارتنا معاهم واصلين بيمشون وراي وكل اللي قدامي يسوون لي شيء فذبحك قد النايل الا احم وكذي شيء داخل قاعده قالوا تفضلوا على العشاء احنا نمشي يا وراي والله بالسكين ينغزني واحد بالسكين اي كان احب قال انا هذي الحين بيطقوني بسكين خلنا ناكل انا جوعان يوم المباراه ما ناكل يصير خير المحطه الاهم عشان اخذ من علي الاهم حقي انا كانت ايه؟ زينه في اسبانيا في اسبانيا حكمت حق فريقين انجليز توتنهام هاتسبرغ توتنهام في اسبانيا فريق بطل اي فريق بطل الدوري وفريق بطل الكاس شو موديهم لاسبانيا شو موديهم اسبانيا انا الاتحاد الدولي قال لي روح اسبانيا شهر بعد الدورة الأولمبية لما كنت في موسكو نعم. حكم قبل النهائي رأسا خلوني أروح إسبانيا هناك يزون دورات يبون فرق من أوروبا نعم. ومن البرازيل فهذين الفريقين التغوا عن النهائي أنا حكمت لهم كأس في إسبانيا إحدى الدورات اللي يسوونها نعم. يعني مثلا القادسية والعربي والكويت السالمية يبون نعم. أربع فرق يلعبون نعم. دورة نعم. نعم. قبل الدوري نعم. فهذين المباراة كانت وايد زينة وأنا متعود على الطابع الإنجليزي أنا شايفهم وايد فبعد المباراة يوني الفريقين سلمون علي thank you very much you did very well يعني من الكلام الزين المديح هذا اللي حصلته من ثاني يوم الجرائد كتبت عني خوش كلام إنه أحسن شيء فيها إنه كان وكان حكم بالمباراة محتفظ بالجرائد شيء والله هذه راحت والله ما أدري لا محتفظ بالجرائد غير هذه أنا كأرشيف عندك ما اعتقد ولا راح ولا راح الارشيف ولا ما فكرنا في ارشيف على وايد احنا قبل والله عندي بالجرايد هنا عندهم وايد سوالف يعني هذه محطات زينه وشينه انا عارف في محطات وايد بس زينه وشينه ادركنا الوقت الحمد لله علي مندني صفقت هذا زين صفرت ولا صفقت لا صفقت ما عنده اسرع ما عنده صفاره انا في مباراه حكمناها في الصين بين كوريا والصين هم هذه التصفيات كانت كاس آسيا أو كاس العالم بالصين اللعبة الأولى الصينيين خسرانين من الكوريين في كوريا 1-0 نعم. هذه مباراة مصرية لازم يفوزون فيها زين وهناك كان الحكم عافسهم مثل ما يقولون نعم. فجينا حق المباراة خلاص يعني هذه ما في وكنت مستعد حق المباراة صح بدنيا لياقة بدنية كل شيء نفسيا نعم شي. كنت مستعد على الآخر بدأت المباراة وحطوا جول الصين كوريين حطوا جول كوريين زين مباراة تقول بلاي ستيشن الله ياخذها طقها مني ويحولها بسرعة الآسيويين معناته انت لازم انت معناته لازم تكون لياقتك فت 100% المدرب يطور الجو يعني انا رايح لهم شهر واحد الجو ثلج عندهم بين الشوطين بدلت هدومي كلها من كثر ما انا عرقان لبست غيرهم اوف 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 والله يا من كثر ما ركضت ها كثر ما بذلت مجهود بين لعب الشوط الثاني حطوا الصينيين التعادل وشنو صار عندي مساعد حكم رفع الرايه وما في تسلل لاعب طالع لاعب داش كان انا اقول العب كملت كمل ما قولوا شاتوها الصينيين كان يضيعونها انفراد زين ضيعوا المهم انتهت المباراه متعادلين اللي عقب المباراه نزل رئيس الاتحاد الصيني مدرب كان انجليزي مدربهم الصين وحتى رئيس الاتحاد الكوري كلهم نزلوا الملعب نازلين داشين عندي بغرفة الحكام يسلمون ويتشكرون من المستوى اللي قدمناه وأنا بسلم عليكم وأقول لكم مشكورين جزاكم الله خير وحلقة مميزة زيادة. حلقة مميزة يا أبو بدر ومشاهد الكرام حية والله العظيم يعني أنا بفضل الله سبحانه وتعالى كل اللي أستمتع مع ضيوف لكن تعرف لأن أخوان يعني من طقتي شوية وبدر وعلي لا شوية لكن كل الشكر والتقدير لك عبد الوهاب البناي حكمنا الدولي والإداري الناجح ألف ألف شكر وكان لك تهنئة بشهر رمضان المبارك والشكر موصول لأخوي علي مندني ألف ألف شكر لحضوركم وتقبلتكم هذه الدعوة بارك الله فيكم الله يبارك فيك بارك شكرا جزيلا وكل عام وانت بخير ان شاء الله ورمضان الجاي تعود ان شاء الله يا رب العالمين وني عندك بسوالف جديده وان شاء الله باذن الله مشاهد الكرام الشكر موصول لكم ومتابعتكم هذه الحلقه المميزه بتاريخنا على الخير والمحبه نلتقي ان شاء الله غدا باذن الله اذا تقبلت حياه اسره البرنامج ومخرجينا مالك اسد عبد الرزاق
العطار بقيت اقص. عبد الرزاق لا تخاف، بقول اسمك مع السلامه.